ماذا كشفت الناجية من أفعال الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وأسرته عنهم من أسرار؟ فرارها من العراق والإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية سر فتح الصندوق الأسود لأسرة صدام حسين، فما هي القصة؟ عاشت زينب سلبي الناشطة العراقية في مجال حقوق المرأة سنواتها الأولى من الحياة برفقة والدها ووالدتها بجوار الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، فكان والدها يعمل طياراً خاصاً للرئيس الراحل، ووالدتها ترافق أسرة صدام حسين في أي رحلة سواء للصيد أو غيره، ما جعل زينب تكشف كل ما رأته عن هذه الأسرة الحاكمة. فرغت صدام حسين وشقيقاتها، لديهن رغبة ربما غرسها والدهن فيهن دون أن يدري، بإصرارهن على أخذ أي شيء يعجبهن على سيدة أخرى. لكن بالنظر إلى صدام من داخل أعين زينب نجد أنه يحصل على الشيء الذي يريده بأية طريقة كانت. ففي الواقعة الشهيرة لها مع عدي أنها ذهبت ذات يوم إلى ناد للرقص، وحينما حضر نجل صدام إلى النادي أمر بإغلاق النوافذ، لكنها استطاعت التسلل إلى الخارج لترسلها والدتها إلى أمريكا وتبقى هناك لتنجو مما يفعله عدي من تصرفات مع السيدات التي ينالن إعجابه.